لا تخوف من ناحية أول شيء استقبال المشاهد حقها، وتخوف أنت كممثلة أن شلون راح تتعاملين مع شنو أدواتك راح تكون. صح، ويدخل والله يعني يا لك اكتئاب منها. ايه، ما كنت انام يعني والله العظيم. اول مشهد عندي اللي قاعد ارقص فيه بالغرفه السامري واطيح، نمت احس ان في تشينكو فوق راسي ويقطر ماي، ما نمت طول اليوم. مسؤوليه بس حلوه، انا احب اتحدى نفسي يعني. شوفي انا دايما